السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم راني متوجهة لمحل المواد المنزلية لأنه عندي مشروع صغير، مشروع فيديو لسلسلة جديدة حنبداها ابتداء من الغد إن شاء الله. ومن أجل لهذا الفيديو نحتاج إلى نبتة باش نوري لكم طريقة إكثار نباتات. فراني متوجهة اتجاه المحل وان شاء الله برك نلقاو نباتات، لانه كنت عارفه رانا في فصل الشتاء كميه النباتات الموجوده في المحلات ناقصه كثير. هذا محل في العاده في فصل الربيع والصيف نلقاو عندهم مجموعه كبيره من النباتات، لكن في فصل الشتاء يعني تنقص. فانا وحظي اليوم ان شاء الله نلقاو شيء ينفعنا. اذا راني متوجهه للمدخل تاع المحل. اذا راني داخله المحل وغير دخلت لقيت بلي كاين بعض النباتات بانوا لي، فرجعت على طريقي ناخذ عربه، قلت هكذا باش تسهل لي عمليه نقل النباتات. فناخذ العربه ونتجه ان شاء الله نحو داخل المحل ونشوف واش كاين. ملا نبداو من هذه الجهه، هنايا كاين نباتات لي سيكولونت ولي كاكتوس، يعني العصاريات والصباريات. هنا في الطابق التحتاني كاين نباتات يعني تعتبر صغيره الحجم، فكاين اتشيفيريا، كاين لي كاكتوس، كاين لي هاوثيا، متنوعين يعني. والثمن تاعهم كان 4.98 دولار للنبته واحده، لانه احجامها صغيره فكانت الاثمان هنايا اقل شويه. هنا الفوق كاين نباتات اكبر حجما، ثاني نفس الشيء دي كاكتوس، هذه الو، نوع من انواع الالو، وكاين ايضا تشكيلات من لي كاكتوس ومن لي سيكولونت. هذه الاثمان تاعها كانت تتراوح بين 8.98 دولار حتى ل 14.98 دولار، على حسب حجم النبته وعلى حسب التشكيل اللي داروا فيه، وايضا اللي حاطينهم داخل احواض يعني جميله، احواض من السيراميك، فكانت الاثمان تاعها اكبر. هذه نبته الماني بلانت موجوده هنا، وبالنسبه وحاطين هنا ايضا ان الاناء تاع السقي بجانب النباتات، هكذا اللي ما عندوش يقدر يشريه في طريقه. هنا انواع الاوركيدي بالوانها المختلفه، الزهور تاعها بعده الوان مختلفه. هنا الفوق حاطين نباتات المتسلقه، عندنا البوتوس الجولدن بوتوس، عندنا فيلودندرون برازيل، نبتة العنكبوت، كاين ايضا انواع اخرى. وهنا هاي اللي النبتة اللي كنت نحوس عليها، نبتة الانثيريوم، راني عندي الحظ اليوم دم كاينه. هذه نبتة البروميلياد، هي ايضا من النباتات الاستوائيه، عندها ورود او زهور مختلفه الالوان. نرجعوا للاوركيدي باش نستمتعوا بالجمال تاع هاد الزهور. من هذا الجانب حاطين نباتات المارانتا، هنايا عندنا نبتة العنكبوت، هذا نوع من انواع الفوجاغ، ايضا مارانتا نوع اخر من انواع المارانتا. نرجعوا هنايا في الوسط حاطين بعض الاحواض تاع النباتات. من تحت عندنا انواع من نباتات اخرى اللي هي نوع البيبيروميا. وندوروا لهذا الجانب ايضا راح نلقاو نباتات اخرى. اذا هنا الفوق هذه النبته يسميوها زيزي بلانت، لانه الاسم تاعها متركب من كلمتين وكل كلمه بتبدا بحرف الزي. هذا ايضا نبتة البوتوس الفوق، هذه هنا لتحت تراديسكانتيا، وهنا الايفي، هادو انواع من نباتة الفجاغ. المارانتا ايضا حاطينهم في عدة احجام، هكذا كل انسان والاحتياجات تاعو والثمن اللي يقدر يدفعو. تانيك هادو تانيك اوركيدي اصغر. نكملوا مع البروميلياد، هنا بعض الشجيرات، النخيلات، نخيلات صغيرة. هنا نباتات البيبيروميا، من تحت عندنا نبتة الكروتون بأجمال بألوانها الجميلة. نكملوا نفس الشيء، هنا مثلا هذه النباتات أكبر الحجم، لهذا السبب فالثمن تاعها راهو أكبر. هذه نبتة السانسيفيريا معروفة جميلة جدا، بجانبها عندنا نبتة الشفليرة، ونواصلوا مع نبتة الدراسينا، هذه جميلة جدا لتزيين المكاتب والمنازل والمساحات الداخلية. وهنا حطوا تشكيلة من الأحواض اللي من هي من نوع السيراميك بألوان مختلفة وأحجام مختلفة. نفس الشيء هنا عندنا الماربل بوثوس حاطينهم الفوق، نباتات متسلقة، نبتة العنكبوت لابلونتاغينيي،
أيضا أحواض أخرى جميلة ومتنوعة، لكن أنا أعتقد أنه أثمنها شوية باهظة، يعني 45 دولار أعتقد هذا الشيء غالي شوية. الأحواض تاعي عمري ما نشريها من هذا المحل، شريها في محلات أخرى وين تكون أرخص شوية. إذا نفس الشيء هنا يا لأنه خديت دورة، فمن الجانب الآخر نلقاو نفس النباتات سان سيفيريا دراسينا. إذا هنا نواصلوا نبتة البيبيروميا، نبتة هذه يسميوها روسو دراسينا بحجم أصغر. نكملوا نباتات الشفليرة من حجم أصغر، يعني حاطينها كما قلت لكم بأحجام مختلفة لتساعد ميزانية تاع كل شخص. هنا نبتة الفجاخ بيبيروميا، نرجع مع البيبيروميا تراديسكانتيا. هنا أيضا مجموعة أخرى من نبتة الأنثيريوم، هذه إن شاء الله حناخد واحدة منها معايا اليوم قبل ما نخلي المحل. ألوان مختلفة، بروميلياد، هذه أيضا أحواض صغيرة جميلة، نفس الشيء أنثيريوم. نكملوا مع النباتات الداخلية أيضا، هذه عندها بقع جميلة جدا على الأوراق. نكملوا مع نباتات الدراسينا أيضا بأحجام أكبر، هذه أنا بصراحة ما نقدرش نشريها لأنه تأخذ لي بزاف مكان في البيت. هنا حاطين تربة، تربة باش الإنسان اللي يشري النبتة ويحب يغير لها الحوض فيقدر يشري كل احتياجات تاعه. هنا هذه أيضا أحواض باش الواحد يحط فيها النباتات، كل ما يحتاجه الإنسان يقدر ياخده معاه من المحل ويروح. مغذيين، هذا التغذية تاع النباتات. هذه أشجار النخيل كبيرة أيضا لتزيين مساحات الكبيرة، لأنه اللي ما عندوش مكان كبير كيما أنا في البيت ما يقدرش يشريها. هنا حاطين مجموعة من البذور، خضر، زهور، أعشاب، يعني اللي حبي يبدأ موسم زراعة البذور يبدأها درك في الداخل، ولما يوصل فصل الربيع ودرجة الحرارة ترتفع الإنسان يقدر هذوك الشتلات الصغيرة يخرجهم للخارج يكملوا يكبروا في الصيف. نفس الشيء هنا يا عندنا النخيل، نواصلوا هنا يا نبتة الفيدلي فيك، هذو النباتات تقدر تصير أشجار. أول مرة نشوف هذه النبتة فشكلها أثر انتباهي، فحبيت نشوف أشكال الأوراق تاع النبتة. هنا عندنا نبتة الكروتون لكن موجودة في أحواض أكبر، اللي شفناها من قبل كانت صغيرة، هذه أكبر. وهنايا بجانبها عندنا نبتة البيس ليلي بزهورها البيضاء الجميلة. الفوق أيضا نبتة العنكبوت، البوثوس، فيلودندرون برازيل، أيضا هنا نبتة الفيكوس إلاستيكا من النوع الغامق، أيضا هنا مجموعة من البذور. إذا كملت الجولة تاعي خديت 3 نبتات وراني هنايا باش ندفع الثمن تاعها. عندنا هنا لكاس كاين وين كاين العمال وكاين وين لكاس ذاتية، يعني الواحد هو يدفع كل شيء، فاخترت هذه اليوم فرايحة ندفع الثمن ونروحوا للبيت إن شاء الله. وبإذن الله غدوة إن شاء الله راح نقوم بتصوير الفيديو تاع السلسلة الجديدة اللي حنبداها، فترقبوا هذا الفيديو في الأيام القادمة إن شاء الله. وإذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تحطوا إعجاب وتشتركوا بالقناة باش تشوفوا الفيديوهات الجاية اللي حتجي. وإذا عندكم اقتراحات ممكن تكتبوها في الكومنتار على أي موضوع وعلى أي نبتة حبيتوا نتكلم لكم عليها.
في انتظار ذلك نخليكم في أمان الله ونقولكم سلام ونتلاقاو على خير إن شاء الله.